مصطلح فضيلة الشيخ. نعم. يعني أنت عارف اليوم نعم. حولوا اسم الربا إلى فائدة. نعم. والخمرة مشروبات روحية. نعم. يعني اليوم الشذوذ صار اسمه مثلية. نعم. خطورة المصطلحات وضرورة نعم. التنبه لها. نعم. وهذا هو الذي يعني جزاك الله خيرا كنت أريد أبدأ به، وهو الحذر من هذا المسمى، لأنه المسمى المثلية في شيء ان الناس مثل بعض، فانتوا مالكم يعني، انتوا ايه اللي عامل لكم ازعاج يعني؟ الناس كان فيه شكل التراضي. ايوه التراضي، الرجل يتزوج رجل وهم راضيين ببعض، والست بتتجوز ست وراضيين ببعض، فانت مالك انت ومالنا يا قاضي، على راي المثل المصري يعني. فلا، هذا المثل، الوصف الصحيح هو الشذوذ الجنسي، والوصف القراني اتيان الذكران. القران كده: اتاتون الذكران من العالمين، أتأتون الرجال شهوة من دون النساء، بل أنتم قوم عادون. وبالتالي فالحذر، كل الحذر من هذا المسمى، لأن احنا كثير من يعني المصائب تسوق بشكل زي ما يقول لك على المشروبات الروحية، الخمر والتي يعني أم الخبائث يسميها مشروبات روحية، تمام، ويقول لك الفنان وهو مفسد كبير ويسميه فنان، لكسر الحاجز النفسي، كسر الحاجز النفسي، ويعني تضليل إنجاز التعبير، تضليل الناس وإيهامهم بأن هذا شيء طبيعي لا حرج فيه. لكن الحقيقة يعني هذا يأخذنا إلى أن هذا الفعل وهو إتيان الذكران أو إتيان الرجال من دون النساء. والحقيقة أيضا في الاسم، أنا حتى عندنا في المصطلح الشرعي نتحفظ شوية على أن احنا نسميه لواط، لأنه بعض العلماء تحدث في هذا كثيرا وقالوا لا يجوز أن ننسب هذه الفعلة إلى نبي من الأنبياء وهو سيدنا لوط عليه السلام، وإنما نقول من عمل عمل قوم لوط، فننسب نعم. الفعل إلى قوم لوط، ولا نقول ننسب الفعل إلى سيدنا لوط عليه السلام. فالمصطلح لفظ اللواط هذا لا ينبغي أن يستخدم، لأنه مصطلح يسيء إلى نبي من أنبياء الله سبحانه وتعالى. طيب، ويخرج لك من يوصف نفسه بوصف إمام في فرنسا مثلا، يقول لك أنه ما في بأس. نعم. لما هو احنا هنيجي بقى للحكم الشرعي، يعني الحكم الشرعي بس في تلبيس يعني بموضوع طبعا. المصطلح ومحاولة تلبيس بموضوع الحكم الشرعي طبعا تحريف. يعني المصطلح، احنا قلنا المصطلح واضح، المفروض أن نسمي الأشياء بمسمياتها الحقيقية حتى لا يزال الحاجز النفسي بيننا وبين هذا الفعل، وحتى لا يتم تضليل الناس، هذه منتهية.